مقطوعة من دفاع الرائد. صعبة. ركلة جزاء يحتسبها الحكم لصالح الفريق الأهلاوي. ركلة جزاء يحتسبها. تداخل عماد الحسني بالرأس ولعبة خطرة داخل منطقة الجزاء، وبالتالي احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الأهلاوي. ركلة جزاء 41. شوف تدخل من عماد وكرة خلفية ملعوبة بشكل صعب شوية، وبالتالي سلامات أيضا. وقوع لاعب الرائد كان صعب شوية. ماجد هزازي ركلة جزاء. فيكتور على التنفيذ. فيكتور من الأهلي على التنفيذ أيضا. زين، 30 هدف من ركلات الجزاء. فيكتور يتقدم. الجمهور الأهلاوي يؤازر فيكتور. فيكتور يلعبها.